نظمت عدد من مدارس محافظة عمران مسيرة طلابية تنديدا بجرائم العدوان، إلى التفاصيل. واصلت الفعاليات الاحتجاجية المنددة باستمرار العدوان وتماديه في القتل والتدمير وارتكاب أبشع الجرائم بحق اليمنيين وفرض الحصار الجائر على الغذاء والدواء في ظل الصمت الدولي المخزي. أزاء هذه الجرائم التي تخالف المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان. ففي هذا الصدد نظم طلاب ومعلمي مدارس عمران وملتقى الطالب الجامعي مسيرة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب أبشع الجرائم.